بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تلاميذ وتلميذات السنة الأولى بكالوريا مسلك اللغة العربية شعبة التعليم الأصيل وشعبة الأدب والعلوم الإنسانية، مرحبا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا تصحيح التمرين الثاني من الامتحان الجهوي دورة يونيو 2018. هنا جهات بن ملال خنيفرة. في الفيديو السابق رأينا تصحيح التمرين الأول من هذا الامتحان، يعني اللي ما شاهدش الفيديو يرجع للفيديو السابق يشوفوا. راه التمرين كان يتعلق بالمعادلات المتراجحات والنظمات. التمرين الثاني له علاقة بالمتتاليات، يعني تمرين خاص بالمتتاليات. إذا وقفوا الفيديو حتى تشوفوا هذا التمرين. هذا ها هو تمرين جوج، ها هو قدامكم، عاد تبعوا معايا. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين الثاني عندنا نعتبر المتتالية الهندسية بأن، بحيث ان كينتمي لان، يعني هاد ان كينتمي لمجموعة ان، بحيث اي صفر كتساوي 81 و اي لواحد كتساوي 27. هادشي اللي عطاونا في المعطيات. السؤال الاول عطاونا بين ان اساس المتتالية اي ان هو 1/3. كيفاش غنبينو ان الاساس هو 1/3 وما عندناش التعبير ديال المتتالية اي ان؟ هادشي اللي غنشوفو هنايا. غنستعملو التعريف ديال المتتالية الهندسية. اش كنقصدو باي ان متتالية هندسية؟ اي ان متتالية هندسية يعني ان اي ان زائد واحد، يعني اي لي ان زائد واحد كيساوي داك الاساس. دائما الاساس ديال المتتالية اي ان في المتتالية اي ان. لاحظوا دابا هنايا اي ان زائد واحد كتساوي الاساس في اي ان. كي غنقدروا نلقاو هذا الاساس هذا؟ لاحظوا ما تنساوش عطاونا في المعطيات اي صفر وعطاونا اي واحد، هادو اللي غنستعملو باش نلقاو هذا الاساس. لاحظوا الى عوضنا هنايا اون بصفر، لان ان كينتمي للمجموعه ان كينتمي للمجموعه ان. المجموعه ان شنو فيها؟ فيها الاعداد يعني الصحيحه الطبيعيه، صفر واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه الى اخره. لاحظوا دابا هاد ان الى خدينا حنا صفر شحال غيعطينا؟ هاد الشيء غيعطينا اي صفر زائد واحد، يعني الى خدينا ان كيساوي صفر غنعوضو بصفر، غيساوي هاد الاساس اللي حنا كنقلبو عليه بلاص ان. هنا عوضناه بصفر غنعوضو حتى هنا بصفر في اي صفر. جيد، هنايا اي صفر زائد واحد شحال صفر زائد واحد؟ هي واحد. اذا هاد اي صفر زائد واحد هي اي لي واحد كتساوي هاد الاساس في اي لي صفر. نعوضو اي لي واحد بالقيمة ديالها شحال عطاونا؟ 27 كتساوي هي في المعطيات هاي. و اي صفر عطاونا 81 غنعوضوها ب 81، يعني كي في اي لي صفر يعني كي في 81. اذا لاحظوا مزيان، بغينا هاد الكي هادي شنو غنديرو؟ غنردو هاد 81 للطرف الاخر بحال بغينا نحلو معادلة. كانت جدا اشنو غتولي؟ غتولي قسمة. هاد 27 هاهي في بلاصتها، هاد 81 كانت جدا غنديها غتولي قسمة. عفوا هنا 81 ماشي 21. اذا غنديرو واحد التبسيط. 27 هنا 27 في واحد، 27 في واحد هي النت 27، وهنا 27 في 3 الى حسبتوها بالآلة الحاسبة غتعطيكم 81، يعني الى حسبتوها بالآلة الحاسبة غتعطيكم 81. اذا هناك اختزال. لاحظوا 27 هنايا و27 هنايا في حالة جداء، يعني 27 في البسط 27 في المقام، وعندي جداء. اذا نختزل ب 27 شحال غتبقى لنا الى اختزلنا ب 27؟ البسط غتبقى 1، المقام غتبقى 3. اذا هادشي كيعني اش كيعني؟ هادشي ان هاد الكي هادي كتساوي 1/3. اذا الاساس اللي كنقلبوا عليه هاد الاساس شحال كيساوي؟ 1/3. نكون جاوبنا على السؤال. ها هو بين ان اساس المتتاليه اي ان هو 1/3. اذا كنجي هنايا، اذا اساس نتوما غترجعوا السطر غير هنايا تسالت لي الورقه. اذا اساس المتتالية إلى إن هنا بحيث إن دائما كينتمي لمجموعة إن هو 1/3. إحنا جاوبنا على السؤال. إذا نمر إلى السؤال الثاني. إذا السؤال جوج عطاونا أحسب إي لي إتنان. إي لي إتنان كيفاش غنحسبو عاوتاني هاد إي لي إتنان؟ غنستعملو نفس التعريف ديال المتتالية الهندسية. اي ان متتاليه هندسيه يعني ان اي ان زائد واحد كتساوي الاساس في اي ان. شحال لقينا حنا في الاساس؟ 1/3، يعني غنعوضو نيشان 1/3. 1/3 في اي لي ان
مزيان. شحال بغينا حنا؟ بغينا اي جوج. لاحظوا الى عودنا ان بواحد، واحد زائد واحد هي جوج، يعني يكفي نعوضوا ان بواحد باش نلقاو يولي اثنان. اذا غتعطيني اي واحد زائد واحد، يعني هاد ان عوضتها بواحد كتساوي واحد على ثلاثة يولي واحد. خديت هنا واحد غناخد هنا واحد. اي واحد زائد واحد هي يولي اثنان، اش كتساوي واحد على ثلاثة في يولي واحد. اذا يولي اثنان كتساوي واحد على ثلاثة في شحال عندنا في يولي واحد؟ نمشيو نشوفو شحال عندنا في يولي واحد. ها هي 27. يولي واحد كتساوي 27، اذا غنعوضها ب27. اش غتعطيني هاد يولي اثنان؟ واحد في 27، دائما البسط في البسط، المقام في المقام، المقام ديال 27 هو واحد. اذا 3 في 1 غتبقى عندي في المقام هنا 3، 1 في 27 هي 27. اذا 27 مقسومه على 3 هي 9، لان 3 في 9 كتعطيني 27. اذا احنا لقينا اي جوج كتساوي 9. السؤال الثالث لنكتب، عطاونا لنكتب الى ان بدلاله ان، بدلاله ان لكل ان من ان، من المجموعه ان. هذا هو السؤال، عطاونا اكتب الى ان بدلاله ان لكل ان من المجموعه ان. دائما هنا غنستعملوا الحد العام لمتتاليه هندسيه. عقلوا على الحد العام لمتتاليه هندسيه كيف يكتب. يعني متتاليه هندسيه الحد العام ديالها هو الى ان كتساوي اشنو كتساوي؟ الحد الاول U بي، الحد الاول هنا بي غنشوفوا شنو هو العنصر الاول من ان، U بي في الاساس اس ان ناقص بي. هذا هو الحد العام، خصو يتحفظ دائما الحد العام لمتتاليه هندسيه. الا كانت U ان متتاليه هندسيه راه كتساوي هادشي U بي، يعني الحد الاول في كي اس ان ناقص بي. هنايا لاحظوا العدد الاول يعني العنصر الاول من المجموعه ان شنو هو؟ هو صفر، يعني غنعوضوا هنايا بصفر. اذا U لي ان كتساوي بلس بي هي غنعوضوها بصفر، كي اس ان ناقص صفر ان ناقص صفر هي ان. اذا U لي ان غتساوي شحال عندنا في U لي صفر؟ نمشيو حتى نشوفوها. U لي صفر كتساوي 81، ها هي. اذا غنمشيو نعوضوها ب 81، ها هي 81 في شحال لقينا في الاساس؟ واحد على ثلاثة، ها هي الكل اس ان. ها حنا كتبنا U لي ان بدلالة ان. إذا نمر إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع عطاونا حدد بدلالة ان المجموع اس يساوي U لي صفر زائد U لي واحد زائد حتى U لي واحد، U لي ان عفوا، حتى U لي ان، يعني U لي صفر U لي واحد U لي جوج U ثلاثة U أربعة حتى U لي ان. نحسبوا هذا المجموع. دائما غنطبقوا غير داكشي اللي عندنا في الدرس، عندنا التعريف. دائما متتالية هندسية يعني المجموع ديالها شنو كيساوي؟ مجموع الحدود كيساوي يعني بدلالة ان، هادشي اللي غنلقاو غنلقاو بدلالة ان. دائما الحد الأول U بي في غنحل واحد القوس، هنا واحد ناقص الأساس أس ان يعني أس عدد الحدود، يعني ان ناقص بي زائد واحد على يعني ان ناقص بي، هنا في هاد الحالة بي هو صفر زائد واحد، يعني عدد الحدود. شحال من حد عندي هنايا؟ عدد الحدود باش نحسب، باش نعرف شحال من حد عندي في هاد التعبير وفي هاد المتتالية كندير هاد الأخير يعني أخير غم، هاد الان ناقص هاد الأولاني العنصر الأول من المجموعة ان، وغنزيدو عليه واحد باش نعرفو شحال من حد عندنا في المتتالية على واحد ناقص الأساس. مزيان. اذا غنمشيو نعوضو الحد الاول حيت عندنا هنا ان ينتمي الى المجموعه ان، العنصر الاول من ان هو صفر، اذا U لي صفر عامل لواحد ناقص كي اس ان ناقص صفر هي نيت ان زائد واحد، اذا كي اس ان زائد واحد على واحد ناقص كي. ندير نيت تساوي ونعوض U لي صفر شحال عندنا فيها؟ U لي صفر 81، عندنا 81 في ندير قوس واحد ناقص كي كانت عندنا فيها واحد على ثلاثة كوس ان زائد واحد على واحد ناقص واحد على ثلاثة. غنسد هاد المعقوفة. إذا كتساوي شنو غيساوي هادشي؟ 81 في دائما واحد ناقص هنا واخا منديرش الأقواس، واحد على ثلاثة أس ان
زائد واحد. هنا غنوحد المقام، المقام الموحد هو 3، يعني هنا 3 على 3، واحد هي 3 مقسومة على 3، غنحتفظ بنفس المقام داك 3 وغندير الفرق، 3 ناقص واحد هي 2، إذا هنا 2 على 3. إذا هنايا إس كتساوي 81 في هاد الشيء، شنو غنديرو؟ غنقلبو هاد، يعني العدد الأول ها هو الفوقاني، هذا اللي في البسط، هذا راه يعني تابع لهاد البسط، حيت البسط في البسط، المقام في المقام، المقام ديال هذا راه واحد، يعني هاد الشيء كامل في المقلوب ديال هذا، يعني 81 في هاد الشيء في المقلوب ديال هذا. إذا أنا شغتولي إس تساوي 81 في هاد الشيء، يعني واحد ناقص واحد على 3 أس إن زائد واحد في المقلوب ديال هذا. دائما فاش تيكون عندنا خارج عددين جذريين كنديرو العدد الأول يعني الفوقاني في المقلوب ديال الثاني، المقلوب ديال جوج على 3 هو 3 على 2، نديرو هذا في هذا، ممكن نحسبو هذا. فاش تيكون عندنا مثلا 5 في 6 في 3 ممكن نقلبوهم، مثلا 3 في 6 في 5 نفس النتيجة، حتى هنا ممكن نقلبوهم، ديرو 81 في 3 على 2 تعطينا 81، 81 في 3 شحال غتعطينا؟ 243 مقسومة على 2، فهاد الشي هذا 1 ناقص 1 على 3 أس إن زائد 1. إذا احنا سالينا التمرين. إذا إلى هنا أكون قد أنهيت هذا التمرين، موعدنا تمارين أخرى إن شاء الله، يعني من هذا الامتحان. إذا بالتوفيق للجميع.